وربات بالقريشة، شعيبيات بالفستق الحلبي، وربات بالقشطة. وصفة اليوم متكاملة ووصفة جدا سهلة وبسيطة، طعمتها ولا أروع. السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة وحكاية جديدة. وصفتنا لليوم رح تكون وصفة جدا رائعة. وصفتنا لليوم وربات، وربات بقشطة، وربات بقريشة، وشعيبيات فستق. ثلاث أصناف محبوبات ومرغوبات، وطريقة صنعهم كتير كتير سهلة في البيت. اليوم جبت لكم إياها بطريقة مبسطة. كيتنا اليوم بعنوان السعادة. هلا رح نبلش اول شي بالمكونات. مكوناتنا جدا بسيطات. بلزمنا ورق بقلاوة. ورق بقلاوة نحن بنفتحه بالمحلات بنشتغل فيه، نحن بنجهزه عيدنا، ولكن هون بتركيا وبظن باوروبا وبكتير بلدان صار متوفر هذا العجين. هاي الماركة من ماركة الايوز بير او من الشوك ماركت، متوفرة هاي الماركة. هذا عجين بقلاوة جاهز بتجيبوه. طريقة الشغل فيه كتير سهلة، رح اشتغلها قدامكم بس دققوا بالتفاصيل تنجح معكم الوصفة تمام التمام. بلزمنا هون قريشة للحشوة، قشطة وقريشة وفستق حلبي. فستق الحلبي للشعيبيات الحلبية، والقشطة للشعيبيات للوربات بقشطة، والقريشة للوربات العاديات. هدول بلزمونا اخر الشيء للتزيين. هاي الحشوه نظامية. هلا في كتير ناس تساءلت في فيديو سابق بحشوه شعيبيات الشيء هي القريشه. القريشه هي عباره عن منجيب 3 أو 4 كليات حليب، بنغليهم. اول ما بيغلوا معنا بنحط لهم نص كاسه، ربع كاسه خل ابيض، وبنحركهم بنعيفهم يغلوا دقيقتين ومنطفي عليهم. بعد دقيقتين بنلاقيهم فقس وطلع مي صفراء والبياض. البياض هذا هو القريشة، ولكن في تركيا متوفر في اي ماركت تقولوا له اسمه لور، لور بايونير او لور بيعرفوه هن الاتراك. القريشة متوفرة في كل البلدان العربية. هاي الحشوة بتطلع كتير رائعة، وان شاء الله بفيديو انا رح اسألكم طريقة تحضيرها، بس طريقة تحضيرها جدا بسيطة. هلا رح نبدأ بطريقة التحضير. ونحن عم نحضره رح نحكي الحكاية. اول شي بنفرد الطبقات هيك، بيجوا هن قياس موحد. لازم ناخذ 12 طبقة بنحطهم. وبلزمنا مسطرة، مسطرة اي مسطرة لازم نستعمل تكون مسطرة، بدنا شي ساوي يعني. هلا هي ضيقة، انا رح اقلبها قلبتين. هلا بتشوفوا شلون. بنعد 12 ورقة وبنقطعهم مثلثات. 12 ورقة، طبعا زادوا ورقة صاروا 13، ما في عندكم أي مشكلة. هاد الورق بينشف بسرعة، أول ما بتاخذوا منه طلبكم مباشرة رجعوه على الكيس. وحكايتنا بتقول كان يا ما كان في قديم الزمان كان في شاب، وهالشاب مفكر حاله حظه سيء، وكل ما بتصير معه مشكلة أو شلون ما كان عايش حياته كان دائما عم بيشتكي. أنا حظي قليل، أنا ما في عندي سعادة، أنا أنا أنا. بيوم من الأيام حب أبوه يعلمه إيش معنات كلمة السعادة. قال له يا ابني في حكيم بالقرية المجاورة، روح لعنده وقل له بعتني لعندك أبوي فلان الفلاني بسلم عليك وبقول لك علمني معنى السعادة. والله ما كذب خبر هالشاب، حمل حاله وراح لعند الحكيم. السلام عليكم، الله يعطيك العافية، بعتني فلان الفلاني والدي مشان تعلمني معنى السعادة. قال له تكرم يا ابني، بس أنا هلأ مالي فاضي، رح أأمنك أمانة تنفذها وترجع لي بعد ساعتين ثلاثة لحتى أعلمك معنى السعادة. الشاب ما كذب خبر والله، عطاه الحكيم معلقة وحط بالمعلقة زيت، عباله إياها زيت وعطاه إياها. قال له خود هالمعلقة وروح تفتل عنا بالقرية، عنا متحف وعنا جامع وعنا حدائق، روح تفتل اعمل لك فتلة بهالقرية تفرج على هالشي الحلو جار عندي، بس بدي مأمنك عاماني هاي المعلقة اللي فيها زيت ما لازم تكبها، بدي الزيت ترجع لي اياه مثل ما بتاخده حتى اعلمك معنى السعادة. قال له الشاب تمام ما في مشكلة. اخذ المعلقة وراح بلش رحلته في هالقرية، فتل 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 ورجع لعنده على القصر.
قال له الحكيم فرجيني الزيتات. والله فرجيه معه أملين زيت هون لازم نحطها نعطيها وربة بسيطة هيك، منكب أول شوفي بعدها منقطع عشان يطلعوا معنا مثلثات. قال له هات بقى احكي لي شفت عنا بالجامع. سكت الشاب. قال له ما شفت. قال له شفت المكتبة الرائعة اللي بتحتوي الكتب المقدسة. قال له لا والله ما انتبهت عليها. قال له شفت المصاحف شلون مطبقينها شلون نازلينها. قال له لا والله. قال له شفت السداج العجمي شلون مصفوف وشلون محطوط في الجوامع. قال له لا والله. قال له طب شفت الحديقة. قال له ايه رحت على الحديقة. قال له شفت الالعاب اللي منزلينها. قال له لا والله. ايش ما يسأله يقول له ما شفت. سأله الحكيم شلون رحت انت لحتى تتفرج وما شفت. قال له والله انا كان كل تفكير وهمي ما اكبلك الزيتات. قال له تمام. اصبح عيف معلقة الزيت ورجع عبي فيها زيت ورجع روح افتيل مرة تانية، بس هالمرة دقق وانتبه على كل شي بتشوفه، كل مكان بتدخل عليه بدي اسألك ايش فيه. والله شال هالزيتات وراح الشاب فتل 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 ورجع لعند الحكيم. بعد ساعتين شفت الجوامع شفته، شفت السداج العجمي شفته، شفت كل شي شافه وكل شي انتبه عليه. قال له وين الزيت؟ طلع المعلقة، المعلقة فاضية. مرحلة التقطيع بطلع معنا شوية زوايد ما في مشكلة بنحطهم على الزيت، ممكن الصينية ما تتملى معنا بنحطهم فاضيات مشان ما يحترقوا الحراف. هلا هيك بناخد بنبلش حشوة وبنبلش بنوزع طابات بالنص. سأله الحكيم قال له وين الزيتات؟ قال له والله أنا كنت عم بتفرج على المعالم وعلى المتاحف وعلى السجاد وعلى الكذا والله وما انتبهت انكبوا الزيتات. قال له هيك بتبين عليك السعادة. قال له السعادة هي انه ما نتم نطلع على الشيء اللي نحن حاملينه. كل انسان في على ظهره حمل، كل انسان في على ظهره تقل. هذا الحمل اذا ركزنا كان تركيزنا كله عليه ما رايحين نحسن نشوف الجمال اللي حوالينا ولا المتاحف ولا السعادة اللي حوالينا. راح نتم كل تفكيرنا وكل تركيزنا وين؟ بالحمل اللي شايلينه. ولكن اذا سهينا شوي وتركنا الحمل لله راح ننبسط وراح نشوف الحياة الحلوة. اكيد ما هو معناته هالشي انه نتجاهل المشاكل اللي بحياتنا، ولكن لازم مع هالشي نشوف السعادة اللي عنا. نحن فينا كتير عادة منشيل الهم الصغير على ظهرنا ومنتم نفكر فيه ومنتجاهل كتير نعم وكتير سعادة بتكون موجودة بحياتنا. منشوف عطول النقص اللي فينا، يعني بيكون انسان ما عنده سيارة، يا ربي ليش انا ما عندي سيارة، وكل عقله وكل تفكيره رايح انه ليش هو ما عنده سيارة. ولكن بالواقع هو بكون عنده اولاد ما في احلى منهم، زوجة صالحة، بيت جميل سعيد هني بدخل عليه. فالحكمة من هالحكاية انه السعادة فينا نحن، السعادة في نظرنا بعيوننا وبانه ما نشوف الحمل اللي بظهرنا. بتمنى تكون وصلت الفكرة ورح نكمل سوا وصفتنا لليوم. هلا لازم نتني الوربات بهالطريقة هاي. شوفوا بناخد هيك زي الوربة منتنيها ليوصل على الزي التاني ومنعطيها كبسة من قدام بهالشكل هاد ومنصفهم بالصينية وحدة على ظهر وحدة، يعني كل تنتين بصيروا معنا مربع بهالشكل هاد. منطويهم ومنصفهم ومنكرر المرحلة مرة ورا مرة حتى يتعبى معنا الصاج. وهلا أنا هون رح اسامي انا شوي فاضيات نفس الطريقة، 12 ورقة زادت ورقة نقصت ورقة ما في اي مشكلة. الشغل بالبقلاوة جدا سهل بالذات اذا الورق كان جاهز، يعني ما تنعبطوا تعطوا الشغلة اهمية فوق حجمها. الامر جدا مبسط، انا عم بسوي لكم وصفات يقينيا بتنجح معكم، يعني ممكن انا اسوي وصفة وتنجح اكتر من هيك وتطلع احلى من هيك وافخم من هيك، ولكن انتوا رح تجربوها رح تفشل معكم. انا عم بسوي لكم ان شاء الله وصفة مجرد ما جربتوها بتطلع معكم ناجحة تماما. بتطور بهالشكل هاد الزي على الزي حتى تصير مثلثة هيك بتصفون ما في مشكلة، يعني تعقيدات ما في بالوصفة. الصف شلون دي يكون، التقطيع شلون دي يكون، ما في اي مشكلة. مهم سكينة تكون حتى والصف ما في اي مشكلة. شلون من اجا يجي ما عندكم اي مشكلة. هذا الورق الشغل فيه جدا سهل.
وهلا بعد ما خلصتها بهالشكل هاد، العجين هذا هو بيعبي صاج، يعني صينية فرن كاملة، ولكن انا اخذت شوي منها سويتها فاضيات مشان شعيبيات الفستق وورباته بقشطة ما بيأثر. كملت انا من هاد الورق الرصاصة طلع معي. هلا بالنسبة للسمنة لازم يتعبى الورق كله سمنة، فيكن تساووها بالريشة هيك بس لازم تكتروا. هلا مشان ما يصير معكن خطأ بالنسبة للورق، إذا قللنا بيصير مشكلة، بس إذا كترنا ما في مشكلة، تمام؟ فنحن لازم إيش نساوي؟ نكتر شوية سمنة. هلا هي أصولا بهالشكل هاد لازم تتغمر، شايفين شلون؟ هيك تمام صارت السمنة كافية بهالطريقة هاي. أنا كترت شوي حتى زيادة مشان إيش؟ مشان أنتوا تشتغلوا على هالمقياس هذا، لأنه بتطلع من الفرن فينا نصفيها، يعني السمنة اللي بتزيد معنا بنرجع بناخدها مسايفيها غير شيء، ولكن إذا قللنا ما بيمشي الحال بتتشرك معنا الوصفة. لهذا السبب نحن عم نحاول نكتر أكتر شوي. هلا لازم تدخل الفرن على درجة حرارة 180، بنحطها بالنص وتقريبا بتاكل معنا شغله نص ساعة حسب الفرن، اقل شوي اكثر شوي، بنطلع عليها كل 10 دقائق بنعطيها تديرة. هلا بتشوفوا شلون لازم نسحب لونها من الفرن، وهيك صارت معنا جاهزة. شوفوا السمنة، بنزيق الصينية بنصفيها. لاحظوا معي شلون الورق اخذ كفايته وبتم الباقي بأرضية الصينية، نحن بنرجع بنصفيه. ولكن إذا كان الورق سمنته قليلة بيتلدوا على دواعة وما بيعطينا الاستواء المطلوب ولا بيعطينا اللون الحلو. بهالشكل هاد لمدة دقيقة بتتموا عم تصفوا هيك، بس ما تم بأرضية الصينية سمنة، صارت معنا جاهزة. القطر حسب الرغبة، شقد فيكن شقد بتحبوا انتو فيكن تضيفوا. عيار القطر شقد بتحطوا سكر؟ نص كمية مي، يعني 4 كاسات سكر كاستين مي بتجهزوهن. حبيتوا تحطوا اكتر حبيتوا تحطوا اقل ما في اي مشكلة، هاي شغلة بتعود لكم. اول ما بتسقوهن ما بيغبوا القطر رأسا، بياكلوا لهم شغلة 10 دقايق ما في مشكلة، بعدها تكون شربوا القطر تمام. بهالشكل هاد نتركهم حتى يشربوا قطرهم بعدها على التقديم. هلا انا حطيت الفاضيات على درجة حرارة كمان 180، بس هدريك ما بيطولوا نص ساعة، اقل بشوي لانه فاضيات يعني ما في حشوة، بطلعوا معنا قصقية مباشر مشان تشرب القطر. بهالشكل هذا هلا الوربات الفاضيات بنتركوا ساعة زمان حتى يشربوا قطرهم وبيبردوا، بعدها بننتقل لمرحلة الحشي والتزيين. هدول الوربات صاروا معنا بهالشكل هاد، شربوا قطرهم. وهلا هيك وصلنا لمرحلة التزيين. مرحلة التزيين أول شي بلزمنا فستق حلبي، لازم نتبله بشوية قطر، القطر نفسه بنحطه شوي وبنخلط تماما بهالشكل هاد. الفستق عكيفكن، فيكن تكتروا فيكن تقللوا فيكن تساووا خلطة مكسرات فستق وجوز وكاجو، يعني ايش بدكن فيكن تساووا. ناخد هيك الشعيبية بنفتحها بالنص، بسم الله الفستق بنحط له القطر مشان اللمعة ومشان يتماسك على بعضه يقف بالشعيبية. بهالشكل هاد بسم الله. وهلا بنبدا لمرحلة حشي وربات بقشطة. ناخد هيك وربة بنفتحها وبنزقها هيك هالقشطة، كمان حسب الرغبة، فيكن تكتروا فيكن تقللوا، هاي شغلة بترجع لكم. ومنلتها هيك بالفستق ومنقلها روحي على الصحن استنينا. وربات بالقريشة، شعيبيات بالفستق الحلبي، وربات بالقشطة. وصفة اليوم متكاملة ووصفة جدا سهلة وبسيطة، طعمتها ولا أروع، كلفتها جدا قليلة قدام الكمية اللي بتطلع. الوربات القشطة أكلة شي فاخر على الآخر. وهيك
وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وبتمنى الشرح يكون عم بصل لعندكم الفكرة تمام وعم تقدروا تطبقوا الوصفات وبنجحوا معكم. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعمونا، تحطونا لايك وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.